الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا لقاء جديد في برنامج فتاوى مع الشيخ محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أرحب أيضا بكل مشاهدينا الذين سينضمون إلينا من خلال هذه الحلقة عبر الهواتف ويتابعون هذه الحلقة، وأيضا عبر بريدنا الإلكتروني الذي سيظهر لاحقا على الشاشة. أرحب بكم من جديد مشاهدينا وبشيخنا الجليل محمد أحمد حسن. واقع الحال يقول بحمد الله سبحانه وتعالى الآن السودان اتجه اتجاه اقتصادي كبير جدا جدا، وازدادت يعني دخول الناس، وأصبحت سيولة متوفرة في أيدي الناس حسب يعني الواقع الحالي الآن. نحن كمجتمع مسلم يجب أنه أيضا نراعي ظروف أخوانا لنا آخرين يعني من الفقراء. المجتمع متماسك الآن حتى الآن يعني، لكن نحن محتاجين أنه نعرف الناس من جديد ونحثهم على مسألة الزكاة والاهتمام بشؤون الغير حسب ما وجهنا ديننا الإسلامي. لكن في نفس الوقت في عدد كبير جدا جدا من المستطيعين يعني ما بأدوا زكاتهم، إما جهلا وإما يعني منعا أو قصدا. يعني بالتأكيد الإسلام وضع وحدد عقوبة لمانع الزكاة. نعم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء قالوا ولا ذكر الزكاة مقرون مع الصلاة في القرآن في 82 آية. ده بيان لعظمة الفريضتين دي، الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، ولذلك واجب على المسلم يتنبه للفريضتين دي، يؤدي الزكاة والصلاة. وأجل زي ما ذكرت وعيد شديد في زول بيمنع ما يطلع زكاة ماله. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. ده وعيد شديد، والوعيد ده ليمنو الزول اللي عنده مال ووصل النصاب وما طلع زكاة مال. الذهب والفضة هسه مقيمة. زمان نحن صغار كان القروش بالذهب، الجنيه بالذهب، لكن الساعه الناس كثروا بقت القروش والورقيه دي. والورقيه دي تحل محل الذهب. يبقى زول عنده مال، هو اللي القروش بتاعتنا الدينارات والجنيهات دي، وحال عليها الحول وسط النصاب ما زكاها، ينطبق عليه الوعيد الشديد ده. والعلماء قالوا الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، واي مال ادى زكاته ما بيعتبر كنز. يبقى الوعيد الشديد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وعيد شديد. وبرضه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يؤخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. رواه البخاري. نرد على السؤال. معنا بعدين نجي نواصل في شرح الحديث. معنا أم هديل من السعودية. مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. أحييك وأحيي الشيخ. الله يبارك فيك. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. مولانا الشيخ. الله يبارك فيك، تفضلي. أنا أم هديل، كنت قبل سنة 2002 كان عندي صيام عليه 16 يوم وكنت مريضة. أيوة. وما قضيته حتى الآن. سامع. وأسأل الآن أصبر لي. 2005 برضو كان عندي صيام 5 أيام. ما قضيتها برضه. وما قضيتها برضه. أسح صحتك تمام ما شاء الله وصايمة. تمام بس كويسة ما هي عوج الحمد لله. خلاص موضوع سهل. عندك سؤال ثاني شيء؟
لا لا خلاص نجاوب على السؤال ده. هابتن اللي عندها قضاء من رمضان فطرته بسبب مرض وما قضته برضه فطرت بتاع الدورة الشهرية برضه ما قضته. نقول لي بنت أنا مطلوب منك حاجتين اثنين. أسع مصايم رمضان بعد العيد نمرة واحد تستغفري لأنك أخرتي قضاء رمضان لغاية الزمن ده. نمرة اثنين تقوم تقضي الأيام اللي فطرتها دي كلها تقضيها بالأقصى. يعني في الأسبوع تصوم ثلاثة يوم الجو بارد، الجو سخن صوم يومين، الجو حار تصوم يوم واحد لغاية ما تسدد الدين اللي عليك بس. في بعض العلماء قالوا الزول لو أخر قضاء رمضان لغاية ما دخل رمضان الثاني يصوم ويطعم قصاد كل يوم مسكين. نقول لي بنت إذا كان حالتك متيسرة وقروشكم كثيرة صومي قضي الأيام اللي فطرتها زمان وما قضيتيها واطعم قصاد كل يوم مسكين. أما إذا كان الحالة مستورة قضي وبس وما عليك طعام. نعم نعم نواصل فيما قطع من حديث. أيوة الحديث اللي هو بتاع الدبيب ده من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع. معنى الحديث وين ربنا الدمال وصل النصام ما طلع زكاته يوم القيامة ماله ده ينقلب شجاع أقرع يعني دبيب من الدبيب بتاعت الخلا شرس من كثرة ما سمه تركز في راسه شعر راسه ده صعق من السم ومن شدة جرأته الفارس الراكب الجمل وشايل السيف يتحدى يجيب على ظنبه يتحدى الفارس الراكب الجمل من شدة شراسته. أهل ذول اللي عنده مال ما طلع زكاته ماله دي ينقلب الدبيب زي الدبيب ده يطلطف في رقبته ويقبل عليه يجضمه يعضب جاي عض تاني يعضب جاي ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك ما طلحت زكاتي. يفضل الكلام ده في أرض المحشر من البحث والنشور لغاية ما يجي الحساب في يوم مقداره 50,000 سنة. الزول ده واقف والدبيب ده يفرق فيه سمه يعضعض بيجاي يعضعض بيجاي لغاية ما يجي الحساب. نعم بعيد وإنذار شديد. نعم نأخذ أيضا من السعودية الأخ أحمد النيل. مرحب. ألو ألو أحمد النيل قطع الخط. طيب نحن برضو عندنا مسائل متعلقة بالصلاة وبالوضوء. أيوة في واحد بيسألنا قال التنفل قبل إقامة صلاة المغرب هل تجوز؟ أيوة نعم. في حديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. فقال في الثالثة لمن شاء قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. صلوا قبل المغرب يبقى بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب في ركعتين سنة اختيارية لمن شاء. يعني انت نفرين دخلوا المسجد بعد أذان المغرب واحد فيهم صلى ركعتين والتاني قعد ده صح وده صح. ما نقول لي صليت ليه صليت ولا نقول لي ده ليه ما صليت. يبقى ركعتين سنة اختيارية. هنا طبعا بالحديث أخذوا فقهاء المذاهب الثلاثة الأحناف الحنابلة الشافعية. المالكية قالوا تكره صلاة الركعتين دي. وليه المالكية قالوا لأن بيؤدي إلى تأخير صلاة المغرب وصلاة المغرب عند المالكية وقتها ضيق مجرد الأذان أذن تقيم الصلاة وصلوا طوال ما صلوا ركعتين. ده رأي المالكية لكن الحديث صحيح وصحيح البخاري ومسلم وأخذوا به المذاهب الثلاثة. نعم نأخذ معنا فتح الرحمن الزي. مرحب. ألو السلام. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. أسأل الشيخ. نعم تفضل. تفضل. بس على إنه لو الزول يتوفى وعليه قضاء. اللي قضى من شنو من رمضان؟ اللي هو قضى صيام. نعم. أيوة كويس. نعم. عندك سؤال ثاني؟ قال الحكم في ذلك. شكرا جزيلا. هنا زول طبعا توفوا علي قضاء من رمضان نضرب لنا مثال. بارك الله. نعم. نضرب المثال انه ابونا كان في رمضان مرض مثلا وفطر له 10 يوم وبعدين جاء بعد رمضان بعد العيد قلنا له يا ابونا انت ما عليك 10 يوم مصوم سمح بصوم ما عليك 10 يوم مصوم سمح بصوم قام مات بدون ما يصوم العشر يوم دي. يوقع الحالة دي واحد من الأولاد يتبرع يصوم. لكن الإمام مالك قال الإطعام أفضل في الحالة دي من الصيام.
أبونا العشر يوم دي أفضل، لو صمنا عشر يوم ماشي، لكن الأفضل الإمام مالي قال تطعم عشر مساكين بدل الصيام ويجزي عن والدكم. طيب في الوضوء يعني نحن حق نشرح الوضوء، يعني كثير من الناس الواحد بيلاحظون أنه ما بيحسن الوضوء، والوضوء طبعا هو شرط أساسي طبعا في شرط في صحة الصلاة. أي طبعا الوضوء عنده يعني مركب من فرائض وسنة مندوبات، لكن أنا أشرح الكيفية. حتى ذول ما أعرف أفرق بين السنة والفرض وتوضى الوضوء صحيح صلاة صحيح. أولا من شروط صحة الوضوء إزالة الحيل المانع الذي يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. والحيل المانع عند النساء أنه الواحدة قبل ما تتوضى تتأكد ظهور رجلين خاليات من المناكير، كت تتأكد الوش ما فيه كريمات، اللي دم ما فيه انفازي، تحت الظفور ما فيه طين ما فيه عجين. الرجل كذلك يتأكد تحت الظفور ما فيه أوساخ، كذلك اللي دم ما فيه زيت مكن، زيت فرامل، زيت تروس. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم ذول غسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنسر، هذا كله سنة. نجي لغسيل الوش، كل العلماء المذاهب الأربعة قالوا الوش ده عنده حدود طول وحدود عرض. حدود الطول من منبت الشعر إلى أسفل الحنة، والعرض من اللضان لغاية اللضان. دي كل المنطقة دي اسمها الوش. وربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى مضمضة استنشاق نمل الدموي، ما نلقى اليدين للمنسورة نمل اليدين، تبزير، التبزير ممنوع، وكمان المسح حبيبات ممنوع، وخير الأمور الوسط نمل الدموي نلم على دي. شوف شوف من فوق من بتاع الشعر لغاية اللضنين، رمش العيون، حبر العيون، النخر، الشلاليف، تحت الشلاليف، الحنق، عمامنا الوش كله من الموي. الدور الثاني تملى اليد، شوف شوف من بتاع الشعر من فوق لغاية اللضنين، رمش العيون. لما العيل اللي زول ده لقى غسل وشه من بتاع الشعر لغاية أسفل الحنك من اللضان لغاية اللضان. لأنه لاحظنا بعض الناس زول يغسل كده الحتة دي ناشفة، والحتة دي ناشفة دي من أعضاء الوش، والحفرة دي ناشفة برضو من أعضاء الوش، يبقى الوضو باطل. نرى النقطة دي مهمة. نجي لغسل اليدين، زول من اليد ما يتحقان بقى الحفرة دي ما ينسى المرفق دي ده. شوف 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 خلل من أصابع اليدين كيف. شوف اللي جات بيورا كيف طلعت بالأصبع الكبير ده يعني كان كده. الكفية برضو ما يتغسل مع الله الكفية. في بعض الناس تلقيش الماء يغسل لغاية هنا، انت ما بتغسل ليديك، يقول لك الأول ما غسلتها الغسل الأولاني ديك مندوبة. غسلة الفرج جاي ترتيبها في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واللي تطلق من رأس الأضبع الكبير ده لغاية المرفق، والمرفق ده من عضل الوضو العمم. الليد الثاني كذلك برضو لغاية الأصبع فوق نعممها، مسح الرأس كده فرط كده السنة، اللضنين على خفيف. وبعدك نجي لغسل الرجلين. برضو أنا لاحظت بعض الناس برضو تلقى الكعب البيورد ناشف، لا أصل ظهر الرجل بطن الرجل الكعب البيورد، نفتح أصابع الرجلين نخلي بين الأصابع لغاية الكعب دي كلها نعمم بالموي، ظهر الرجل بطن الرجل الكعب البيورد بين الأصابع. هذا الوضو نقلوه لنا العلماء من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم هاي. نأخذ أم سارة من السعودية. مرحب. ألو ألو مرحب. طيب لو معانا برضو عندنا سؤال يا شيخنا، هل يجوز للمجنب أنه يقرأ أو يستمع للقرآن الكريم؟ أيوة طبعا الجنب والحائض والنفساء ممنوعين أن يمسكوا المصحف، وممنوعين يقرأ القرآن براسه، لكن يستمع للقرآن ممكن، يسبح الله، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على النبي، كل ده جائز للحائض والنفساء والجنب. بس القرآن لا، لا نقرأ ولا نمسك المصحف، لكن نستمع ممكن. ما فيش يعني. طيب في أخونا بيسأل، قال هو اسمه أحمد عبد الله، قال ما هي الأسباب الموجبة لطلب المرأة الخلع؟ ممتين يعني، هل عندها عدة برضو؟ أيوة الخلع بيطلب الرجل اللي هي النظر بلين المساء. زول الزواج لبيت برضاه ورضا أهله وموافقة الله الكل، ونتم الزواج. بعد فترة كده قامت قالت لي وطلقني. ليه السبب شنو؟ قالت لي بس أنا داير الطلاق. عيبي شنو؟ قالت لي جد ما عندك عيب يا زول، غير بدل، أنت ما كنت قبل أنا بالزواج وتم الزواج. قالت لي بس أنا ما دايرك طلقني. يا زول حنسة بيجاي، حنسة يجيب له اللي جاوي ده، حنسة أصله جد أزول ده، أديني أضاني قريب. أزول ده عيبه شنو؟ ناقصه شنو؟ قالت لهم جد
ما عنده عيب بس أنا ما داير. في الحالة دي ممكن الزوج يطلب ما يطلقها إلا بعوض اللي هو الخلع. والخلع يقول لها خلاص أنت ما دام ما قدرت تثبت علي عيب وطلبت الطلاق أنا بطالبك بعشرة مليون، 5 مليون صرفتها في عريسنا وخمسة مليون تعويض. دفعت لي 5 مليون خلاص يبغى يطلقها. طيب والكلام ده يتم بواسطة القاضي باسم الخلع. وطلق القاضي في الحالة دي يكون طلاق باين، باين بمعنى مجرد ما طلق القاضي لو الزوج بس يطلع برا قال لي انت مرجوعة فيما سماك ما بينفع. لأن طلاق القاضي يعتبر طلاق باين عشان ما يحصل خداع. يقبض التعويض بيجاي ينشي برا يقول له انت مرجوعة. لا، أخذ التعويض خلاص طلاق باين. ده اسمه الخلع، جائز في الشرع. في حالة الزوجة طلبت الطلاق بدون أي إثبات عذر على الزوج. نأخذ فوزية من شباك. مرحب. ألو. مرحب. ألو. ألو مرحب يا فوزية. السلام عليكم. مرحب بك. عليكم السلام. والله عندي. نعم تفضلي. والله عندي أختي، أختي شقيقتي مقابعاني وأنا بمشي ليها. بعدين في العياد قاعد عندها مناسبة بمش في النهاية طردتني. عندها زواج ولدها مشيت طرد أخي شيء بخير. دخل العجاويد داري وصالحوني معاه قالت لي أسوأ مصالحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا خلاص نجاوبك على السؤال ده. شوف الزولة دي أختها شقيقتها مشت ليها طردتها، مناسبة عريس ولدها مشت تبارك ليها طردتها، جل جاويد يحنسوا عشان تصالح أختها رفضت. عدي بقوا عاد الأخت دي يعني ابن سيرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد عليه العوض. يبقى الأخت دي أجات أخوتها كم مرة تطلب منها الصلح وتدعافني السامح إن رفضت. يوم القيامة لما تكون ريقة ناشي واقفة في أرض المحشر مقدار 50,000 سنة من سنين الدنيا تجي تدور تشرب من الكوثر المؤمنين يشربوا، هي الملائكة تطردها. طردوها ليه؟ لأنها أخوتها جات تصالح رفضت تصالح أخوتها. يبقى ننصح الزولة دي ألحق نفسك، ألحق نفسك، نار جهنم حرارتها قد نار الدنيا 70 مرة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. يبقى إذا أنت مؤمن بكلام الرسول الصادق المصدوق وبتخافي الله في قلبك ذرة من الإيمان ألحق نفسك، أمشي صالح أختك طردتيها كم مرة دي، أمشي أسلم عليها واحتذري لها وصالحيها. عملت كده نجيت من الوعيد، أصريت وعاندت وتكبرت وأبيت صالحها. نمرة واحد تطرد من الكوثر، نمرة اثنين تدخل نار جهنم الحرارة قدر نار الدنيا 70 مرة. كلام ده لما جايبه من عندي، ده كلام الصادق المصدوق، قال عليه أفضل الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. هسه المردي ماتت تدخل نار جهنم. الحق الدين النصيح، الحق أختك دي جاتك كم مرة تصالحك ورفضت تصالحيها، الحقيها امشي برجليك امشي صالحيها. وهي المطرودة دي ما عندها ذنب ثاني بعدها، ما عندها ذنب خلاص، مشت لها 3 مرات وجاء حنست اللجاويد مشى كن صالحوني مع اختي شقيقتي دي، وجا اللجاويد يحنسوا فيها تقول لها اصلا ما بصالحك. ده ما عناد، ده ما تكبر والكبرياء والعظم لله. هاي نعم. ناخذ معانا من سنار رندا. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك رندا في سنار. مرحب بك. طيب تفضل. الله يبارك. نعم تفضلي. طيب أمي عندها رخصة من الصيام أي. وتقوم تطلع الفطرية بتاعتها كل يوم لشخص واحد تطعم تطلع أيوة بتطلع الفطور يوميا. فطور يوميا في الشارع يعني؟ هو في هو غفير في نادي يعني كل يوم تديه وتفطره. أي كل يوم بتفطره شخص واحد. شخص واحد هذا الكلام ده لكن ما بيجي يطلع عندها حاجة تانية ولا كويس لا شخص ثابت يعني زول ثابت ولا بكل يوم يجي زول ثابت. عندك سؤال ثاني؟ ايوه يلا مثلا من الستون. كويس
سمع. بزعل من الستور. كويس بدنا نجاوبك عليهم. الستور ولا الستوت؟ الستوت الستوت. الستوت الستوت. ايوه. هي قالت أمها ما بتصوم لأنها عندها مرض مزمن بتطلع الفيديو، لكن كل يوم في غفير بتاع مدرسة فقير بتوديه حق الفطور. وهنا ده المطلوب تطعم 30 مسكين. يبقى نقول قولي لأمك دي معليش اللي اديت للغفير ده لغات هسع سواب، تعتبر نفسك أطعمت نفر واحد. المطلوب الزول يطعم 30. نعم. بتدي الليله ما تدي بكره. يعني هاي الليله 26 معناها معناته اطعمته 26 مره. يبغى نقول لبنتنا دي من الليله دي امك معليش اذا داري تكمل الفطور بتاع الزول ده عشان ما تحرم من الثواب، يبقى فطر الصايم عندها ثواب افطار الصايم. لكن تبتدي امك دي من جديد من اول جديد من بعد العيد تطعم لها 30 مسكين. هاي أطعمت الغفير ده كأنه أطعمت مسكين واحد، فاضل لك 29 مسكين تطعمين بعد العيد بالأقصار ذا هناي. لكن اللي أطعمت ده اعتبريه فطرت صائم. نعم. وما فطر صائم كان له مثل أجري. نعم. أي واصلي لأطعم الإفطار الغفير ده باعتباره صدقة، لكن عاد الفدية تطلعها بعد العيد. نعم. نأخذ باقي سؤال بعد ما نتحدث مع تجدين. مرحبا يا تجدين من عطبرة. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام شيخنا. مرحبا. اهلا وسهلا. عندي سؤالين. تفضل. طيب السؤال الاول، انا عندي دكان. اي علي كان من السنه الاولى كان طلعت الزكاه حقت السنه الاولى. اي السنه الثانيه الدكان دهو شويه. اي ما باقي. والسنه الثالثه السنه الرابعه دي طرات المال زاد راس المال، قمت جردتها طلعت الزكاة كانت تقريبا 1,200,000. أيوة. بقى السنتين دي أنا ما طلعت فيه من زكاة، وفي نفس اللحظة ما جردت عشان أقدر أعرف، لكن كان نسبة راس المال ضعيفة. أيوة. كويس. بالنسبة لي الزكاة حتكون كيف؟ سمعت. سنتين. ثانيا بالنسبة لي حتى حاليا حقت السنة دي بقوا 1,000,000 وشوية زيادة، 1,250,000 تقريبا. كويس. كويس. وفي نفس اللحظه هل بتجوز اطلعها طوالي ولا اطلع منها 300 400 500 لحد ما اكملها ولا مره واحده؟ كويس. طيب ده السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، نحن كنا في مصر. اي يعني مع مواعيد المغرب كده يعني زي الساعه 7 الا تيجي. اي جزء قدم بلح. اي ف اللي تحليل الصيام. سمع. فقمنا كل زول طبعا يعني ما عارفين الزمن بالتحديد لانه كان بطن متحرك. ما قدرنا نعرف الزمن، فحللنا الصيام بالبلحه دي، لكن كان شنو؟ كان الزمن ما متاكدين منه. ما متاكدين منه. فوصلت يعني طعمتها في الحلق، لكن شنو؟ ما طعمتها في الحلق لكن ما نزلت، يعني ما نزلت في الحلق، تفيتها بمجرد من وقف البط، وما قادر اعرف انه هل اليوم ده عليه صيام ولا. كويس. سم. شكرا. هاي بالنسبه للزكاه طبعا هو قال السنه الاولى طلع زكاه مال، والسنه الثانيه كان الربح بسيط ما طلع زكاه، السنه اللي بعدها السنه دي اللي قال الظروف تحسنت وعمل الجرد وطلع مقدار زكاته. هو يسال عن السنتين ديلا. هو المفروض كان يعمل جرد كل سنه، لا كل سنه التاجر. بعدين زكاة المال بتاع التجارة ما بتستخرج من الربح بس، تستخرج من البضاعة كلها. ونضرب لنا مثال. زول عنده دكان بدأ التجارة بتاعه حال عليه الحول، طوالي وان ما تمت السنة القمرية بالشهور العربية يوقف البيع ويجيب له ورقة وقلم، يقوم يجرد البضاعة الموجودة في الدكان بالسعر الحالي، ما بسعر الشراء ولا سعر البيع. مثلا نضرب مثال كرتونة الصابون، يضرب تليفون لمصنع الصابون، لو جيت اشتري منك كرتونة الصابون بتبيع عليه بكم؟ قال له ب5 جنيه. أولي خد كرتونة الصابون 5 جنيه ويضرب في عدد الكراتين اللي عنده بالسعر الحالي، وهكذا يجمع كل البضاعة عنده، خدت قيمة الحالية بالسعر الحالي. بعدين قام فتح الخزنة، جرد القروش اللي عنده، الدرج جرد القروش عنده، عنده رصيد في البنك جرده كله، جمع صفر معانا الواحد طلع عليه مثلا 10 مليون، ده راس ماله. يقوم يطلع الزكاة. كان المفروض يعمل الجرد ده، عمل الجرد وطلع عليه أقل من 4 مليون إلا ربع، لأنه نصب الزكاة. وفي السنتين اللي ورا دي كانت 3 مليون وشوية، هسا عن السنة دي ساعة اللي عام 2008 ب 3000 و 4 يعني 4000 إلا ربع.
3775 جنيه دي نصاب الزكاة. نحن نقول له خلاص كان يعمل الجريد لو لقى قروض ما رصيده كله أقل من المبلغ ده ما عليه زكاة، قدر المبلغ ده فما زاد يطلع زكاته، كان المفروض يعمل الجريد لكن ما عمل. هسه أنا أقول لك أرجع بذاكرتك وقدر كده رصيدك في السنتين ديلك، السنة الأولى ما زكيت فيها والثانية ما زكيت فيها، هل كان رصيدك يا لو جمحته كله بالطريقة شرحناها دي يطلع أكثر من 3000 جنيه 3 مليون علوي القديم؟ إذا كان طلعت كده يبقى تطلع الزكاة بأثر رجعي. ما كان حيطلع كده كنت تعبان خالص قربت تفلس يبقى ما عليك زكاة. بس نرجع لباقي سؤال، هو سؤال أخوتنا رندا بعدنا ناخذ الطيب من عطبرة. ألو مرحب. وعليكم السلام. مرحب بك. الله يبارك فيك. مرحب تفضل. أيوة ألو. نعم تفضل. نسأل عن زكاة الفطر، هل شرط الزول يطلع عينية أو ممكن ولا ممكن يطلعها مال؟ نعم. بعد ذلك الناس اللي بتتالي يوم في هل في من الأقارب في زول ممكن الزول يبدأ له؟ نعم. ولا ما بفتح عند الأقارب خالص؟ نعم. ما فيش. زكاة الفطر. هل تو يعني تطلع قيمتها ولا تطلع عينية؟ تاني الكلمة اللي بعدها قال شنو؟ كلمة كانت واضحة بالنسبة لي. مالي. نعم. خلاص يعني طبعا زكاة الفطرة اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاع من تمر أو صاع من شعير. والهنا طلع العيش، لكن هسا مجمع الفقه الإسلامي وأخذ برأي أبو حنيفة إنه إخراج القيمة في زمننا ده أنفع للمسكين من إخراج العيش. ليه؟ لأنه زول بيأكل ذرة وعايش في الخرطوم، ونسى الخرطوم بيطلع زكاة الفطر من القمح، وما بيأكل قمح، حيضطر يشيل القمح ده ومحتاج لكاش يكسوي ليداته، حيمشي يركب رقشة ويمشي لبتاع العيش ياخذ يعني عندي كيلتين عيش قمح نظيف يشترين مني، ما بيشترين مني بسعر البيع، يشترين مني برخيص خالص. اذا كانت الكيله ب 30 جنيه حيقول يا زول بديك 25. يا اخي ما تزودنيش ولا ما بزودك يا زول، طيب قبضني المال تلته ولا كتلته. يقبض يعني ما اشوف ربح حق الرقشه ماشي وحق الرشه جاي راجع وفقد 5 جنيه او خسارة بالنسبة له، لكن لما ندي القيمة بيمشي بالقيمة دي يشتري حاجات يكسي وليداته يشتري الحاجة الدائرة. يبقى القرض هو من زكاة الفطر شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، إن المسكين ده ما نخليه يوم العيد يمد يده يشحد، نغنيه عن الشحد بحاجة تنفعه، الحاجة اللي تنفعه الكاش هي ينفع اليوم، ويقدر بالكايدة يشتري عيش يشتري سكر يشتري أي حاجة، لكن لما يدي عيش يمشي يبيع بالخسارة. نعم. نحن عندنا سؤالين متبقيات من رندا ومن تاج الدين، سنعود لها عقب الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا من جديد في هذا البرنامج برنامج فتاوى، معنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن قبل زي كان في سؤال أو سؤالين مؤجلات من رندا من سنار. أيوة. سألت عن الستوت. أيوة. الستوت طبعا هي ورد حديث صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني بيصوم رمضان يجي يصوم له 6 يوم من شهر شوال كأنه صام السنة كلها. ليه؟ لأنه السنة رمضان 30 يوم نضربهم في 10 بقى 300، الحسنة ب 10 مثالية 6 يوم ضربناهم في 10 بقى 60، 60 زائد 300 بقى كم؟ 360. عدد شهور السنة كم؟ 360، كانوا صام السنة كلها. عدد أيام السنة هنا في بعض البنات الواحد تكون فترة 6 يوم في رمضان بسبب الدورة الشهرية. تيجي تقول لك أنا ما أعملهم كلهم بنية واحدة، ستوت وقضاء. يجزيها لكن ما بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث. ليه؟ لأنه لما صامت الستة يوم قفلت الشرمة الفتحتها في رمضان. يبقى صامت كم يوم؟ صامت 30 يوم. نضربين في 10 بين كم؟ 300 يوم. وعاد شهور السنة كم؟ 360. يبقى ما بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث. طيب قالت يا أخي يوم العدة كان الضيوف كتار والوقت ضايق، ممكن أصوم الستوت أولا بعدين القضاء؟ نعم
يجوز تصوم السوتوت أولا بعد ذلك القضاء، لأنه العلماء قالوا من فرض من فطر في رمضان بعذر القضاء يعتبر فرض على التراخي وليس فرضا فوريا، وإن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من يوم القضاء في شعبان. نعم. لاحظنا مولانا أمس الخميس كان هو الخميس الأخير في هذا الشهر الكريم. أيوة. يعني بالذات في القرى يعني النائية، وفي بعض الناس في أطراف المدن بيهتموا بحاجة اسمها الرحمتات. أيوة. فيها توسعة للأولاد وكذا. المسألة صح. دي من الشرع حكمة شنو؟ أيوة، هي ما وردت في الشرع على الإطلاق. نعم. نحن في الشمالية بنسميها عش الميتين، وناس الشمالية هناك الفطور بتاعهم كله بليلة وتمر. في العشي مش العشي بالرغيف بالكسرة. أها اليوم ده يوم الرحمتات، ده آخر خميس من رمضان، كل ناس الغرية يقوموا يسووا فتة فتة لحمة بالسليقة، ويرشوا الكسر بالسليقة ويجيبوا، يقول دي عش الميتين. ويدعو للميتين. والولاد الصغار الصباح لما كنا احنا كنا صغار كان نلف على البيوت نقول الله يرحم ميتين، كن يقوموا يدون التمر. هاي أهدي اسم الرحمتات في الشمال في الخرطوم هنا، لكن الشمالية اسمها عش الميتين. بعدين ما لها أصل في الدين خالص. أي ما لها أصل في الدين. وهسه ابتدت تقل. هسه حتى في الغرى ابتدت فيها تقل. مخالفة يعني نقول ما طبعا ما لها أصل، يعني بدعة. بدعة ما لها معنى يعني. أي الميت ندعو له في أي وقت، لكن تغيير الحال باعتبار الخميس ده وآخر جمعة في رمضان، وليه ما سووا البليلة تسووها فتة، فيها شيء من الإنة آخر خلوها. نعم، نأخذ معانا من السعودية ياسر. مرحب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ مرحب بك. الله يحييك. تفضل يا أخي. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. نعم، أنا في السعودية ومامي الزوج. وزكاة الفطر ممكن أبوي هناك يطلعها ولا انا اطلعها؟ كويس. نعم خلاص. نجي عندك سؤال ثاني؟ ما عندك. نعم. السؤال الثاني مثلا الو. نعم معك. مثلا اخرت في صلاه الظهر وصلاه العصر، اذن العصر، اي اصلي اول الظهر ولا العصر؟ كويس. خلاص نجاوبك ان شاء الله. هو قال انه شغال في السعوديه وابوه هنا، لا هل ابوي يطلع له هنا؟ لا، انت طلع زكاة الفطر حقتك عندك، اديها لزول مسكين في السعودية، ابوك يطلع حقته هنا. عايز الصح كده. نعم. لانه صام هناك وابوه صام هنا. نعم. طيب تأخر الصلاة. تأخر الصلاة طبعا زول ما صلى الظهر وأذن العصر. يصلي الظهر اولا بعد ذاك العصر. طيب دخل المسجد عشان يصلي الظهر يصلي العصر، اللي كانوا قاموا لصلاة العصر. في الحالة دي في حالتين، يمشي بعيد يصلي الظهر ويجي لحقهم في العصر يدخل معهم، اللي قام يسلم يصلي العصر. الحالة الثانية يدخل بنية صلاة العصر ولا الإمام، بعد ما صلى ولا الإمام العصر يمشي يزح بعيد يصلي الظهر ويجي عيد العصر الثاني، لأن الترتيب واجب. هاي بس. نعم نأخذ هاتف ثاني. مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهنيكم على البرنامج وأكلم الشيخ. بارك الله فيك ماجد. مرحبا. تفضل. يعطيك العافية الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك الشيخ محمد حسن. احنا والله الناس المعجبين ببرنامجك وبأسلوبك الطيب اللي بتوصل به المعلومة للمشاهد وللمستمع. بارك الله فيك. فنحن يعني بالإعجاب ده قاعدين نحاكيه صراحة، في نحاكيه وقلنا نقول الشيخ محمد حسن قال كده وكده، ما بالاستهزاء ولكن بالإعجاب بالأسلوب الطيب اللي بقوم به. لا ما في مانع، ما في مانع. عافية ليك. نحن يعني عافية ليكم. الله يديك الصحة والعافية. الله يبارك. بعدين في يعني مواضيع وقت نتكلم فيها يعني نستفيد منها. بارك الله فيك. المواضيع هي تعليق التمايم والحجبات والناس تبرخوا بالغبور ويدعوا بالمشايخ. كويس. نعم. هاي كويس. والثاني حكاية الموبايل. أيوة. يعني الواحد ده تلقى مركب نغمة موسيقى ودمر نغمة طنبور ويخش المسجد. أيوة. كويس. خشوع الصلاة يفسد على نفسه وعلى المصلين. أيوة. تبغى توجه يعني كلمة لل إن شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبة للزكاة الفطر يعني أنا شايف كثيرين يتكلموا فيها بالنسبة للناس في السعودية هنا. أيوة.
ناس الناس ناس المساكين مدعنا السعوديين والله ما عندنا بين علم، والمساكين السعوديين صراحة وضعهم أحسن من المساكين مدعنا هناك في السودان. نعم. ونحن ناس عندنا ناس والله نعرفهم يعني بحق المعرفة أنه ناس يعني الحديدة. كويس. كتب الحديدة. نعم. فكنا نحن بنرسل لهم الزكاة وكذا يعني تبقى له النواة مشروع يعني يقدموه في المستقبل يعني يعينهم في الحياة. نعم. لا النقاب عليه. لازم الزكاة تكون في نفس ال. سمع. كويس. نعم. طيب السؤال الأول اللي هو يعني هو تعليق التمايم. أيوة. مات وال. أي في ناس تلقى معلق له خردة عيل صغير معلق له تميمة واحد كده طبعا الحاجات دي كلها. وفي الحديث من علق ودعة فلا أودع الله له، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. الحاجات دي الخرزات والتمايم والحاجات دي، وفي بعض الحجبات تلقاها مكتوبة بكلام مطلسم غير مفهوم المعنى، ويخشى أنه يكون الكلام المطلسم ده مقتبس من السحر. والأفضل والأحوط والأحسن وزول أي حاجة تخدش العقيدة بتاعته دي إيمان وتوكل على الله يبعد بعيد. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا قراءة آيات سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، تكفينا من شر كل شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والأدعية كثيرة وماسورة. وهسع في كثير من الإذاعات في المساء بتقوم تجيب التحصينات المساء وتحصينات الصباح وتكررها طوالي، ممكن الزول يحفظها ما قاريها يحفظها ويقراها، ودي أفضل من التمايم وأفضل من الخرزات والحاجات دي. والزول لو علق له خرزة وحصل له مكروه وتفادى منه يقول له عشان الخرزة دي والحاجة المعلقة التميمة دي هي نجته، لا، في الحالة دي الشرك الخفي ده بيدخل يسرب للزول. ومطلوب من المسلم يخلي عقيدته دي أصفى من المراية، أي ما يخلي غبار يجي عليها ويتوكل على الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. أزول يحتمد على الله. أما شيوخنا وأوليانا الصالحين دين نحترمهم غاية الاحترام، لكن ما نخدتهم شركاء مع ربنا في تصريف الأمور، والأمور كلها لله. قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا تبارك وتعالى هو المالك المتصرف في الكون كله، ما في ذرة تتحرك ولا خلية تنقسم إلا بأمر وإرادة مشيئته سبحانه وتعالى. نعم. عنده جزئتين ثاني قال النغمات. أي موضوع النغمات دي الحقيقة طبعا في علم ممنوع زول يخد نغمة من الغوية، يعني ما يخد آية من القرآن نغمة للموبايل. قد يضرب الموبايل ده انت بالدبخانة، قد يضرب الموبايل وانت حتقوم عشان ترد عليه زولك حتقطع الكلمة. اللي هو المغري يقرأ في الآية ما تم الكلمة كاوي تدوس وكأنك قطعت القرآن. لا، ما تخلي نغم في القرآن، معليش، كلمة طيبة، كلمات طيبة، دعوة كده، معليش. بعدين كنا ده لما ندخل المسجد المطلوب انت داخل المسجد تكفل الموبايل عشان ما يضرب لك في الصلاة يحرقك، وإذا ضرب في الصلاة حيدخلك في إشكال. نعم نعم. ناخذ تلفون. ألو مرحب. ألو. أيوة ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مرحبا محمد، تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ حسن؟ أهلا. مرحبا. منو معنا؟ معك منى محمد حامد من أبروف. مرحبا منى. مرحبا. والله أنا بسأل يعني من السيتوت والقضاء، فأقول له ما أجي يعني أصوم السيتوت يقول لي لازم تقضي أول. كويس. فدار أسأل الشيخ يعني من كويس. جزاكم الله خير، كل سنة وأنتم طيبين. الله يبارك. طيب إن شاء الله. طبعا نتكلمنا عن السيتوت في الحلقة دي وكده، لكن نقول لأختنا طبعا السيتوت سنة والقضاء فرض، والأفضل الزول يقضي الأيام الفطر في رمضان بعذر بعد ذلك يصوم السيتوت. لكن العلماء قالوا إذا كان الوقت ضايق كان في ضيوف كتار وداخلين مارقين وانشغلت مسكينة فاضل لشوال عدد بسيط من الأيام ما بتتمكن منه تصوم القضاء وتلحق السيتوت. في الحالة دي ممكن تصوم السيتوت عشان تدرك فضيلة الشوال قبل ما يفوت، بعد ذاك القضاء بعد شوال تقضي.
لأن القضاء قالوا فرض على التراخي وليس فرضا فوريا. ممكن تصوم السدود وين بعدك القضاء. نعم. عندنا قبيل أخونا تاج الدين هو من عطبرة قال كانوا في بص وظنوا كانوا متأكدين إنه وقت الإفطار جاء ولا مجد. مهم في النهاية هم زي أكلوا بلح وشعروا بالطعم في الحلق. أي لكن ما بلعوا. واي ما متأكدين أي. أي هو المفروض في الحلق الزول ما كان يوزع التمر ده ولسه اللزام ما جاء. كانوا يكون منتبهين حتى ولزوا عليه واحد يمسك التمرات وينتظر لغاية ما تأكد راكبين البص وبعدين في ساعات أخواننا الساعة كم؟ هاي الساعة كده نحن أخواننا مش فطرنا الساعة كده سبعة وكده أيوة الساعة المواعيد لسه ما جاء لأنه بعد من العاصمة بيسمع اللزان ناس ما يتحركين من الخرطوم وهنا انت صايم في رمضان كل يوم بتعين الشراب الموهي الفطور الساعة سبعة إلا كده إلا خمسة دقائق مثلا وتحركت المسافرين أخواننا أمس نحن فطرنا في الخرطوم خمسة سبعة وخمسة دقائق الساعة الليلة يا دوبك سبعة انتظروا لغاية ما تتم الخمسة ممكن نتأكد من الكلام نقيس على الوقت يعني هاي نتحرى نعم هاي طيب يمكن أقول لأخونا ده مدام شكيت بعد العيد قضي لك يوم لو شك فيه هاي 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 نعم طيب هو في السؤال أخونا أبو حام أبو ماجد من السعودية على زكاة الفطر قال هم يعني مسألة فتش المساكين في السعودية يصعب صحيح يصعب شديد الحين تذكر أمس في الحلقة اللي حقتهم يسووا لمس في زول سأل برضو قال زكاة الفطر نصرف في السعودية ولا نرسل أنا سألته قلت له في الحي اللي أنتوا ساكنين فيه في فقراء مسلمين قال في أنا خلاص أولى لين فقراء البلد أولى من ترسله لكن أخونا السؤال النهاردة لو أنت في حي يكون ما في مساكين وممكن ترسله لأهلك لكن لو في مساكين هناك هم أولى لأنه لو في مساكين مثلا في البلد دي وأنا أشيل وأنت تشيل ترسل الناس اللي يأكلوا شنو مساكين لكن لو ما في هناك لو ما في معليش نعم طيب نأخذ تلفون ألو مرحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيكم مرحب يا أبو بكر أبو بكر عبد الرحمن من سينار مرحب بدأ الشيخ عندي سؤالين نعم السؤال الأول بالنسبة للميت إذا قال إنه أبوه وأمه توفت داري أعمل لها حاجة مثلا زي مزيرة أو مظلة أو أي حاجة في المال اللي فيهم الإغاثة هو الورثة ممكن يعني حاجة تزرع عندها حاجة مثلا الوالدة عندها حاجة زي جنبة كده ذهب ولا أي شيء الزول يقوم يبيع الحاجة حاجة اللي يعني عمل لها بيها مظلة أو يساهم في المسجد أو كده هل هي جائزة ولا تتوزع أول الحاجة دي بعد ذاك الناس من كويس بس سؤال الأول السؤال الثاني الشغال محاسب في حتة هنا كده تعمل حسابات في يعني بطرف الناس قروش تحويله كده في فراس يعني فك بسيطة كده في نهاية اليوم اللي يجمع لك تبدلك مبلغ 3 جنيه 4 جنيه حاجة زي دي كده التصرف كده ما يعني فك بتاعت أقل من 100 جنيه ما بتتجازه نعم دي الحاجة دي لو فشل على الزول كده كويس السؤال الثالث بالنسبة للركشة عندي ركشة على زكاة ولا ما عليها ركشة على زكاة ولا ما عليها شغالة شغل تجارة طبعا نعم كيف شو السؤال الأول السؤال الأول قال الميت يعني أيوة نعمل له مظلة صح طبعا زول لما مات مرة نضرب لنا مثال زول أبو مات أمه ماتت والمال اترك لأبو ده أصبح ورثة ما نتصرف فيه بدون إذن الوراث كلهم نجمع الوراث كلهم نقول لأخواننا نحن دارين نشيل من تركة أبونا ده نعمل له صدقة جارية وافقوا نعمل قالوا لا أنا داير حقي وده داير حقه هو في الحالة دي نقوم نوزع الميراث ده بعدين كنت بداير تتبرع لأبوك نبرع لأبوك تبرعنا نعمل له صدقة جارية وأنفع حاجة بدل المزيرة المزيرة ما موقتة أزيارة تنكسر البهايم شربين فيها المظلة الهوى يشال قلاعة لكن أنفع حاجة لأبوك تقوم تطلع لك مبلغ من الماء من نصيبك من الورثة وحتى كان الوراث يتبرعوا المبلغ ده تشيله تمشي تلف في الأحياء البلد اللي انت فيها تلقى ناس بيبنوا له في جامع والجامع ده بيتبرعوا به الناس ده يتبرع بيده ويتبرع وينادي بالميكروفون تبرع لبناء الجامع تقوم طوال تشوف الجامع ده تسأل انتوا محتاجين ليه شنو محتاجين ليه طوب ليه اسمنتي ليه خرسانة طوال تمشي تجيب ليك له رطوب طوال تنزله في المسجد ده ويقلبك اللهم وهبت سواب لرطوب ده لروح أمي
أو ليروح أمي وأبوي. أها رقيب ده حيدخل بين المسجد ده والمساجد الزمن ده تبين بالخرسان المسلح. أقل شيء جامع ده حيجيف ألف سنة. ألف سنة أي ذول يوميا السواب يمشي لأمك وأبوك بقدر له رقوب. كان لوريين مش قدر له اللوريين. صدقة جارية تمشي ألف سنة. دي أحسن حاجة اللي بتعملها صدقة جارية لأمك وأبوك في بناء الجامع. نعم. طيب نحن برضو هو عنده سؤال قال هو محاسب ويعني مرات فكة ولا يكون في فكة كده. أيوة. طبعا بمرات تفرق يا زول ما عنده فكة يديه زيادة. مرات ذاك يقول له ما في فكة يا أخي خليتك مشيت يمشي. أها بتجمع شوية فكة. الفكة دي ما يتصرف فيها. يخليها مركونة راقدة. يا يوم حصل عجزي في الخزنة من الفكة جنيه جنيهين من دي يسدده. أجاز زيادة يخليها زايدة. أي لأنه أهل يعفو عنا يا هو مالك فكة خزوة الخلافة. ما يتصرف فيها. خلاص داري يسلم. تسليم وتسلم. سلم الخزنة اللي نقلوا لي جاء تاني. الفكة دي الشيلة ما حيسلموا الوصول ثابت بالأوراق وبالإمضاءات وكده. دي ما زيادة لا حقت ولا حقت المصلحة. أها زيد يشيل الدالة مسكين. ما يخليها تدخل عليه. نعم. أي. ما يسلمها للتاني. ما يسلمها للتاني. نعم. أي. طيب ناخذ تلفون. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. مرحبا أنا عمر. عمر. مرحبا تفضل. الله يسلمك. يا أخي أنا عندي سؤال بسيط جدا. أنا بسأل عن الزكاة. فعندي قروش بتزيد تدريجيا يعني في النهاية ما بكون عارف القيمة لما تنتهي السنة. يعني مثلا بديت بخمسة مليون في آخر السنة بكون عندي 60-70 مليون مثلا. أنا بسأل بتتزكى القروش ككل ولا من البداية يعني بس سؤال. أيوة. كويس. هنا بالنسبة للتاجر بدأ التجارة بتاعته إن شاء الله بألف جنيه بس في يوم واحد شهر رمضان مثلا. وبتبتدي يبيع ويشتري ويبيع ويشتغل يوم 30 شعبان السنة الجاية يكون تم سنة. يقوم يعمل الجريد زي الطريقة شرحناها ديك. يشوف البضاعة بالسعر الحالي ما بسعر البيع ولا سعر الشراء سعر الحالي. يشوف قيمة البضاعة كم القروش النقدية كم رصيده في البنك كم. يقوم يجمعه طلع وصل النصاب اللي هو النصاب 4000 إلا ربع. وصل الرصيد بتاع 4000 إلا ربع بالقروش الحالية يبقى وجب فيه الزكاة لأنه حال عليه الحول وصل النصاب يطلع زكاته. يبقى هنا التاجر ما بيشترط بداية النصاب في بداية التجارة. بدأ بألف جنيه بس والنصاب 4000 إلا ربع. بدأ بألف تم سنة لقى المال ده زاد وصل النصاب وزاد يطلع المال يطلع من المجمل كله. يعني مثلا بدأ بألف جنيه يوم 30 هو بدأ بخمسة مليون مثلا هذه السنة عنده 60 عنده 60 يطلع 60 يطلع زكاة 60. نعم. طيب في تلفون تاني. ألو مرحب. ألو. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام شيخ محمد. مرحبا يا أم ذكري. الله عندي سؤال كده. نعم. في اسمه شنو في أركان الإسلام. حديث أركان الإسلام. في حسي زمان بيقولوا نحن قريناه بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حسي بيجي ما بيقولوا لمن استطاع إليه سبيلا. بيقول الحج والصوم. الحج والصوم بيقولوا قد في المناهج. أيوة. في المناهج في المنهج يعني في المنهج. ايوه ايوه نعم. وعايز انا اعرف الحنايده. ايوه كويس. نعم الله يبارك. ايوه شكرا. يبقى الكلام اللي قالته بنت انا فعلا الحديث في صحيح البخاري ومسلم بني الاسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أو كذلك أركان الإيمان 6 الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ديك أركان الإسلام ودي أركان الإيمان. وإذا كان الكلام اللي قالته ده في المنهج كاتبين بس الحج والصوم بس يبقى يكون في خطأ هنا يا خطأ مطبعي يا خطأ أيا كان لابد أنه يرجع لنا الحديث واضحة في صحيح البخاري ومسلم. بني الإسلام على 50 نذكر فيه نفس الكلام اللي قالته والقرين. نعم. نرجع لأبو بكر بن سينار قال عنده ركشة
أيوة. والركشة دي كيف يطلع منها الزكاة؟ عظم الركشة ما عليه زكاة، هو شغال في الركشة دي، الجريشات اللي بيتجي من الشغل بتاع الركشة بيأكل هو وليداته وبيوفر. الوفر ده لو وصل النصاب اللي 4 مليون عله ربع حل عليها الحول يطلع زكاة. أي. يعني على الربح بتاعه، على العائد بتاعه. نعم نعم. نحن يعني برضو في من المسائل المهمة جدا يا شيخنا الآن يعني في الأسواق الحمد لله يعني البضائع كثيرة جدا جدا متوفرة. أيوة. والليلة بالذات يعني بدأت الحركة بتاعت السوق واستعداد الناس للعيد كبيرة جدا جدا. أحيانا بتصهر بعض البضائع فيها غش. أيوة. والغش ده في كثير من التجار بيمارسوا عملية الغش في في أيوة في, أيوة في البيع. أيوة. نحن حقو برضو نحذر ونذكر الناس بهذه المسألة في ما تبقى لنا من زمن. أيوة. الغش صعب خلاص. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. وسبب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أتى رفيزول عنده عيش وبعدك العيدة صبت فوق المطر بلته وداير خي يغش الزيبون، قام دخل المخزن جاب العيش الناشف كبه غطى العيش المبلول ده. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إيده في العيش ومرقه جاب عيش مبلول. ما هذا يا صاحب الطعام؟ والطعام يطلق على العيش. قال له أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر صبت فوق. قال له أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا. يبقى ده حديث عام لأي نوع من أنواع الغش. وأسا أكثر الغش المنتشر في زمننا ده بيع السلع المدة منتهية. يا ناس يكون بسكويت مدة منتهي، يقوم يفتح البسكويت يبيعه فلت كده ساكن أو يعبو تاني من جديد أو شاي أو أي سلعة، اللبن المعلب ده تلقى العلبة مدة منتهي، يفتح العلبة يعبوها في علبة تاني أو يعبوها في أكياس ويخيطها بطريقة فنية تكنولوجية ويبيع. ده كل نوع من أنواع الغش، وده يعني حسابه صعب يوم القيامة. وتطفيف للميزان وقش والحاجات دي أخواننا هي مغرية وتجيب الربح، لكن الفائدة شنو؟ ما في زول مات بالجوع، هاي كل رزق علي ربنا. لكن أنا أقوم أغش الناس وأكون مع الناس بالباطل وأجد يوم القيامة تتخصم من الحسنات، ربحت شنو؟ هاي أنا لم في الحسنات أصلي سنتي يوم الغيم يقلعوا من الناس الغشيت من دي. نعم. يبقى نحن نشكرك شكر جزيل الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدينا الكرام، ونشكر أيضا كل من اتصل علينا. وأذكر بأن يوم غد إن شاء الله الساعة 4:10 سيتم تسجيل حلقة عيد الفطر المبارك. نود من مشاهدينا الاتصال على الأرقام المعروفة لديهم من أجل يعني المشاركة في هذه الحلقة. أشكر الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.